موجزا لأهم الأنباء يأتيكم من اللايف، أهلا بكم. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية استمرار العمل على تطوير وتحديث قطاع الطيران المدني وتعزيز قدراته، مشيرا إلى أهمية هذا القطاع ودوره المباشر في زيادة حركة السفر والسياحة بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني. وخلال اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء ووزير الطيران المدني، أكد السيسي على أهمية الاستمرار في تطوير منظومة تأمين المطارات وتأهيل الكوادر العاملة وفقا لأحدث التقنيات في هذا المجال. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتقال القوات الخاصة لرجل على علاقة بالهجوم الذي استهدف البعثة الأمريكية في بنغازي في عام 2012. وقال ترامب في بيان إن القوات الأمريكية اعتقلت أمس مصطفى الإمام في ليبيا، مضيفا أن الإمام سيواجه العدالة في الولايات المتحدة الأمريكية لدوره المفترض في هجمات بنغازي التي أدت إلى مقتل السفير كريس ستيفنز فضلا عن 3 موظفين أمريكيين. استمرارا لجهود القوات الجوية بالتعاون مع قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وردع أي محاولة للتسلل أو التهريب عبر الحدود، أحبطت القوات الجوية محاولة لتسلل 4 أو 6 عربات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة داخل خط الحدود الغربية. قال البيت الأبيض إن الاتهامات الموجهة إلى مدير حملة ترامب الانتخابية بول مانافورت خالية من أي اتهامات بالتواطؤ مع روسيا. وأعلن البيت الأبيض أن التحقيقات التي يجريها المحقق روبرت مولر لم توجه إليه أي اتهامات. مستمرون معكم مشاهدينا الكرام على رأس كل ساعة.